وقع الكاتبان نصر الصايغ وجورج فرشخ كتابي عبد الحميد كرامي رجل لقضية ورشيد كرامي في جناح شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في معرض الكتاب العربي في البيال برعاية الوزير السابق فيصل كرامي الذي انتقد وبشدة العفو الذي صدر في حق قاتل الرشيد. قد لا تتذكر رجل بحجم عبد الحميد كرامي، وقد لا تتذكر رجل بحجم رشيد كرامي، لأنها دولة ملتهية بالانقسامات الطائفية والمذهبية وبتوزيع الحصص. هذه الدولة أيضا لا تهتم بشهدائها، ودليلي على ذلك بأنها قدمت عفو عن قاتل الرئيس رشيد كرامي عفو غير مسبوق. أنا كوزير ثقافي موجود هون لأنه هذا عمل شيء تاريخي ثقافي، وكابن صغرته لما يعني هالأمر لابن صغرته كون الزعيمين الكبيرين هم من طرابلس. وأنا مطمئن البال أنه هذا البيت يلي كان المدافع الدائم عن العروبة والمستميت الدائم للدفاع عن الوطنية مكمل حاضر ومستقبله بشخص خيي وحبيب القلب أستاذ فيصل. ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب الممدد علي بزي ألقى كلمة أمل فيها أن تطوى صفحة الانقسامات والخلافات والاصطفافات في هذا الوطن كي نقرأ جميعا في كتاب واحد.